بعد ما عرفنا مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة دلوقتي بيجي معادنا مع جولة في الصحافة المحلية والعربية والعالمية ومجموعة من الأخبار والتقارير المتنوعة. هنبدأ مع حضراتكم من جريدة الأخبار. افتتاح 4 محطات بمترو مصر الجديدة خلال أيام بتكلفة 8.5 مليار جنيه. عرفات للأخبار: توقيع عقد قطار العاصمة الإدارية مع الجانب الصيني الشهر الجاري. أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل أنه سيتم افتتاح 4 محطات بمترو مصر الجديدة خلال أيام بطول 5 كيلومتر وتكلفة 8.5 مليار جنيه، وتضم محطات المرحلة الجديدة هارون، هليوبليس، الألف مسكن، ونادي الشمس. وأكد الوزير في تصريحات خاصة للأخبار أن تجارب التشغيل بالكامل مع المقاول والاستشاري تمت بنجاح، وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد وصول المترو إلى محطة عدلي منصور على الطريق الدائري بطول 6.5 كيلومتر، وتعقبه المرحلة التكميلية الأولى للمرحلة الرابعة من الخط الثالث والتي سيتم افتتاحها نهاية العام الجاري. وحول خطة تحديث السكك الحديدية، كشف الوزير أن هناك مفاجأة للشعب المصري بعد أن نجحت الوزارة في استحداث أنظمة جديدة ستؤدي إلى نقلة كبرى في عمليات التشغيل والعربات، الأمر الذي يسهم في تطوير منظومة النقل بالكامل في مصر. ننتقل إلى جريدة الدستور. الوزراء ربطوا سعر بيع بنزين 95 بالسوق العالمية. قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ربط سعر بيع بنزين أكتين 95 بالسوق المحلية بالأسعار العالمية بشكل ربع سنوي. وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، قرر مدبولي تشكيل لجنة فنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بعد موافقة مجلس الوزراء على تشكيلها، تضم ممثلين عن وزارات البترول والثروة المعدنية والمالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس طارق الملا وزير البترول. وأناط رئيس الوزراء باللجنة متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين أكتين 95 بالسوق المحلية بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف مع مراعاة التكاليف الأخرى والتي يمكن تعديلها بشكل غير دوري. من جريدة الجمهورية: مأت جهاز لكشف التهريب بالأشعة في الجمارك، معيط حماية الصناعة المصرية من المنافسة غير العادلة. أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية التوسع في نشر أجهزة الكشف بالأشعة لتغطي جميع المنافذ الجمركية والمطارات والموانئ، حيث تم الانتهاء من إجراءات التعاقد لاستيراد 72 جهاز للكشف بالأشعة وجاري استكمال إجراءات التعاقد لعدد 28 جهاز، يغطي بالإضافة لما سبق حوالي 80% من إجمالي احتياجات المطارات والموانئ المصرية من أجهزة الفحص بالأشعة، علما بأنه من المخطط أن يتم التعاقد على 46 جهاز جديد ليتم استكمال منظومة الفحص بالأشعة بالكامل. وقال إن التعاقد يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وما كانت دورة العمل بمصلحة الجمارك قبل عام 2020، وهو ما يمثل تطورا كبيرا في النظم الرقابية ويساهم في حماية الصناعة المصرية من المنافسة غير العادلة المتمثلة في تهريب السلع والبضائع، إلى جانب حماية الأمن القومي عبر منع دخول السلع غير المصرح بها والضارة مثل المخدرات والأسلحة. نذهب إلى جريدة الأهرام. خلال لقائها وفدا من الأطباء، وزيرة الصحة منح دراسية بالخارج لتحسين الأداء بالقطاع الطبي. استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أمس وفدا من الأطباء والتي كانت قد وعدت عددا منهم باستقبالهم للتواصل معهم وعرض مقترحاتهم خلال زيارتها الأخيرة لمستشفى أحمد ماهر التعليمي، وذلك بمركز تدريب الأطباء بالعباسية. وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن هذا اللقاء يأتي تفعيلا لإعلان الوزيرة عام 2019 عاما لمقدمي الرعاية الصحية، موضحة أن الأطباء الذين التقوا الوزيرة
هم ممثلون عن بعض المستشفيات العامة والمركزية والتعليمية. وقال مجاهد أن وزيرة الصحة أكدت خلال اللقاء أن عام 2019 سيشهد طفرة في التعليم والتدريب الطبي المستمر لجميع مقدمي الرعاية الصحية وعلى رأسهم الطبيب، كما تناولت عرض البرامج التدريبية والتعليمية للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية التي سيتم تنفيذها داخليا وخارجيا بالتعاون مع الجامعات المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن الوزارة ستعطي منحا دراسية للخارج لمدة شهر سنويا، وذلك للأطباء ومقدمي الخدمة. ننتقل إلى جريدة الأخبار مرة تانية لنقرأ مقال للكاتب خالد النجار بعنوان ضي القلم، يقول فيه: إقبال ملايين المصريين على الحملة القومية لمكافحة فيروس سي يؤكد نجاح الدولة في الاقتراب من الناس، وبداية قوية لحل مشاكل أنهكت المصريين. لا يخلو بيت في مصر من موجوع بفيروس سي وما يلحقه من فشل كبدي وسرطانات الكبد التي تفشت في قرى مصر. التهمت فاتورة العلاج مدخرات الشعب وتوحش غالبية الأطباء إلا من رحم ربي. وما تم إنجازه في مكافحة فيروس سي يتطلب شحذ الهمم وتحفيز رجال الأعمال وأهل الخير وطلاب الجامعات والمدارس وكل مصري للإسهام في مكافحة أمراض عديدة. ولعل بعض الجمعيات الخيرية بدأت في إقامة مستشفيات لعلاج السرطان بالمحافظات، ونحتاج لاستنساخ تلك النماذج الناجحة والمشاركة الجادة مع الدولة في تطوير شبكة الصرف الصحي ومياه الشرب لنقضي على انتشار العدوى والأمراض. وأضاف الكاتب: إنه بالتكاتف والمشاركة والإيجابية ستختفي سلبيات كثيرة من حياتنا وسنغير صورة بلدنا للأفضل، فما يتم إنجازه يدعو للفخر والأمل، والقادم مشرق بإذن الله. إلى أخبارنا الرياضية لهذا اليوم من موقعنا موقع صدى البلد الإخباري. سفيرة مصر بالسنغال تجتمع بوفد القاهرة قبل اختيار الدولة المنظمة لأمم إفريقيا. عقدت السفيرة نهى خضر سفير مصر في السنغال اجتماعا مطولا مع الوفد المصري المتواجد في العاصمة دكار للترتيب النهائي قبل جلسة التصويت على الدولة المنظمة لكأس أمم إفريقيا الصيف المقبل في التصويت الذي سيجرى صباح اليوم الثلاثاء. وعبرت السفيرة عن ثقتها في قدرة مصر على تنظيم كأس الأمم الإفريقية وأن يكون التصويت في صالح الملف المصري. من جانبه أشاد المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد القرى بدور السفارة المصرية في السنغال ودعمها للملف المصري وتقديم كافة الإمكانيات للوفد الموجود في دكار والتحرك معه بكل قوة. نبقى مع الأخبار الرياضية ولكن هذه المرة من اليوم السابع. الأفضل في إفريقيا، الكرة العربية تنتظر هدية جديدة من محمد صلاح. يسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي للحفاظ على الهوية العربية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف والتي تجرى اليوم في العاصمة السنغالية دكار. وتواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018 مع ساديو ماني لاعب منتخب السنغال ونادي ليفربول، وأوباميانغ نجم منتخب الجابون ونادي أرسنال الإنجليزي. ويعد محمد صلاح مرشحا بارزا للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018. وحقق محمد صلاح العديد من النجاحات سواء على الصعيد الجماعي أو الفردي خلال عام 2018، حيث توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بريمير ليج، كما حصل على جائزة الحذاء الذهبي التي تم نح لهداف المسابقة بعدما سجل 32 هدف. واحتل محمد صلاح المركز الثالث في قائمة أفضل لاعبي العالم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والمركز السادس من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، محققا أفضل إنجاز عربي في تاريخ جائزة الكرة الذهبية. ننتقل مع حضراتكم إلى الشأن العربي والدولي. ومن العرب اللندنية: بريكزيت يدخل أسبوع الحسم وسط تنامي شعبية الانفصال دون اتفاق. انطلقت أمس الاثنين جولة جديدة من منازلة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي مع البرلمان بشأن بريكزيت، حيث يناقش النواب مع عودتهم من عطلة عيد الميلاد اتفاق انسحاب بلادهم من الاتحاد الأوروبي قبل التصويت عليه منتصف يناير الجاري، بينما ترجح التوقعات رفضهم إياه، ما يعني الانفصال من دون اتفاق وهو سيناريو سيدفع البلاد نحو
المجهول. وسخر وزير الخارجية البريطاني السابق جونسون من التوقعات المروعة بشأن ما يمكن أن يحدث في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، قائلا إن الخروج من الاتحاد يعكس بأفضل صورة نتيجة الاستفتاء الذي أجري عام 2016 فيما تزداد شعبية الانفصال من دون اتفاق داخل البرلمان الذي يستعد لحسم الجدل منتصف الشهر الجاري. نختتم جولتنا الإخبارية مع حضراتكم من موقع سكاي نيوز عربية. بومبيو: ترامب تلقى ضمانات من أردوغان لحماية الأكراد. أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الاثنين قبيل مغادرته واشنطن في جولة عربية أن تركيا تعهدت حماية المقاتلين الأكراد في سوريا بعد أن تنسحب القوات الأمريكية من هذا البلد تنفيذا للقرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب قبل 3 أسابيع. وحسب فرانس بريس قال الوزير إن هذه الضمانة تلقاها ترامب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخصيا، علما بأن الأخير هدد مرارا بالقضاء على الفصائل الكردية التي تدعمها واشنطن في شمال سوريا وتعتبرها أنقرة إرهابية، وكذلك أيضا على تنظيم داعش الإرهابية. وقال بومبيو لشبكة CNBC إن الرئيس أردوغان تعهد للرئيس ترامب عندما ناقش سويا كيف ينبغي أن يكون عليه الأمر، تعهد بأن يواصل الأتراك الحملة ضد تنظيم داعش بعد رحيلنا، وأن يحرصوا على أن يكون الرجال الذين حاربنا معهم والذين ساعدونا في الحملة ضد تنظيم داعش محميين. بكده تكون انتهت جولتنا في الصحف. دلوقتي نروح لفاصل، وبعد الفاصل فقرة جميلة إن شاء الله تقدمها لنا زميلتنا لميس سلامة من إحدى قرى الفيوم والمتخصصة في صناعة الجريد. تابعونا بعد الفاصل.